قام المركز القومي للترجمة بإهداء 25,000 نسخة من إصداراته لمكتبات المدارس والمعاهد الأزهرية والإدارات التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى جانب المكتبات المركزية بالمحافظات. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الثقافة الدائم على تنفيذ المبادرات والفعاليات الثقافية بالمناطق المحرومة من الخدمة الثقافية، وخاصة في الأقاليم والمحافظات الحدودية ومنها القرى التي تنفذ فيها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تعد من أهم المبادرات التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى المصرية وتحقق التنمية الشاملة في جميع أنحاء مصر.